في فاست نيوز على بلادنا 24 إليكم أبرز العناوين. موجة حر تصل إلى 45 درجة بعدد من مناطق المملكة. حجز أزيد من 8000 قرص مخدر يقود أمن طنجة لتوقيف 4 أشخاص. وزير الداخلية الإسباني يؤكد أن المغرب شريك استراتيجي موثوق به. وبعد اتهام بالتلاعب في إحدى المباريات، لجنة الأخلاقيات تعاقب المتورطين. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر ما بين 39 و45 درجة يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة، من بينها وجدة وتارودانت وأسزاك وسمارة وأكادير وطاطا. تمكنت الشرطة القضائية بطنجة من توقيف 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية، وقد تم توقيف أحد المشتبه فيهم وهو متلبس بحيازة 8460 قرصة مخدر تتنوع ما بين الأقراص الطبية المخدرة وأقراص الإكستازي، وحجز 3 سيارات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وتم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية. أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في الاجتماع الأخير بمعية وزير الداخلية المغربي عبد الوفي الفتيت أن المغرب جار استراتيجي وموثوق به بشكل مطلق، مضيفا أن العلاقة معه مهمة في شتى المجالات، وأفاد أن هناك فريق عمل للفتح التدريجي للحدود سواء للناس أو للبضائع مع ضمان سلامة للجميع، مبرزا أن المزيد من اجتماعات الفرق الفنية لا زالت تنعقد. على خلفية تصريحات سابقة بخصوص شبهة التلاعب في نتيجة إحدى مباريات البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، قررت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم توقيف كل من عبد الله كريم كازوز وعبد السلام العظيمي لمدة 5 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، إضافة إلى تغريمهما مبلغ 150 ألف درهم، وتوقيف عبد الرزاق المنفلوطي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة مع تغريمهم مبلغ 20 ألف درهم. للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وزوروا موقعنا الإلكتروني www.bladna24.ma. طاقم فاست نيوز الصحفي والتقني يحييكم، ألقاكم يوم الاثنين في نفس الموعد، في أمان الله.